تعالوا نعيش أجواء الفرحة مع نجوم النادي الأهلي ونروح نشوف محمود متولي قال إيه بعد الفوز. الحمد لله طبعا اول كويس، الحمد لله مبسوط جدا من مكسب النهارده وببارك لجمهور الاهلي، وبتهيألي يعني الجمله دي خلاص كفيله تطمن اي حد يعني، فالحمد لله كله خير والحمد لله طمن الناس يعني الدنيا ماشيه كويس الحمد لله، وهي بس يعني خبطه بسيطه دوختني شويه خلاص، بس خلاص يعني الامور كويسه الحمد لله كله تمام. خمس دقايق مصر عاشت في الرعب، الحمد لله انك بخير، الف مبروك على بطوله السوبر. الله يبارك فيك، مبروك لجمهور النادي الاهلي وان شاء الله اللي جاي احسن باذن الله من كده. دكتور ابو عبله طمنا حضرتك على طبعا على استاذ متولي كابتن متولي ويعني الحلقه دي. والله الحمد لله، الحمد لله ربنا كريم يعني وربنا ستار يعني. كان حصل اغماء كده بعد غالبا كان اخر التحام قبل صفاره الحكم على طول. يعني طول شويه، طبعا بدانا مع الاسعافات الاوليه، فضلنا معاه لغايه نزل طبعا طاقم الاسعاف كمان بتاع الملعب، عملنا شغلنا والحمد لله اموره بقت كويسه جدا. في الاخر كان تشخيصنا ان هو كان يعني اغماء خفيف جدا ورجع منه. في بعض الفحوصات احتمال هنعملها هنا طبعا، هنخرج على طول دلوقتي نعملها حاجات بس للاطمئنان مش اكتر، حاجات روتينيه مش اكتر، انما ان شاء الله كلها تطلع مطمئنه ونطمن الجماهير كلها اكتر، انما مبدئيا نطمن جدا، امورنا ممتازه جدا، حاله الوعي بتاعته وحالته الذهنيه ممتازه جدا جدا، حالته البدنيه ممتازه جدا جدا، فنطمن. انا عارف طبعا الناس قلقان عليه، نطمن مفيش اي حاجه تدعو للقلق خالص، بعض الفحوصات الروتينيه كده هنعملها دلوقتي ونطمنكم اكتر ان شاء الله. وبس طبعا الخضك منها يعني 10 دقائق من الرعب لدرجه الاستاد كله صمت تام في مصر، في ناس كانت بتعيط في حتى هنا ناس كانت بتعيط في الاستاد، فطبعا هي ده اللي قلق الشعب المصري كله. والله الحمد لله ربنا ستر طبعا، احنا يعني احنا بقى جوه الموقف فتخيل يعني، بس الحمد لله ربنا الهمنا الثبات والحمد لله عملنا شغلنا والحمد لله عام كويس الحمد لله. بنشكرك على سرعه التحرك وسرعه الانقاذ طبعا يا دكتور، ودي عدد حضرتك يعني، وبنبارك لك بقى على السوبر بقى. الحمد لله ده فضل ربنا علينا في كل حاجه يعني، ونحمد ربنا تاني وتالت وعاشر، والحمد لله بطوله كانت مهمه جدا في وقت مهم جدا، برضو زي ما بقول كل مره احنا عندنا لسه مشوار طويل، عندنا لسه مباريات مهمه جدا جايه، ربنا يوفقنا فيها ودعوات الناس كلها ان شاء الله ربنا.